عز الدين علي منفذ بالبورصة المصرية. لو حبينا نتكلم عن جلسة تداول النهاردة الاثنين، احنا بنتكلم على تاني يوم عمل بعد رمضان، يعتبر ان هي البورصة تعتبر فترة رمضان ديت اجازة، خاصة في ان احجام التداول بتبقى متدنية نوعا ما. معظم المستثمرين بيستغلوا الفترة ديت ان هم بيبقى عندهم هدوء نسبي في عملية الشراء او البيع. واضح ان هو امبارح كان السوق الحمد لله كان متفاعل مع نظرة المستثمرين في وضع رمضان اللي هم ما بيشتغلوش فيه، فكان في هناك شراهة في عملية الشراء، وده كان واضح جليا ادى الى ان رأس المال السوق الحمد لله امبارح كان في ارباح وصلت لاكثر من 10.5 مليار جنيه خلال جلسة التعامل امبارح. قدر المؤشرات كلها امبارح في البورصة المصرية كان في ارتفاعات، وكان في شاشة يسودها اللون الاخضر اللي هو بيعبر عن الارتفاع الحمد لله. المؤشر الرئيسي البورصة المصرية اي جي اكس 30 اللي هو بيعتبر الاكثر نشاطا بالنسبة للاسهم النشطة، واضح ان هو كان في ارتفاعات من حوالي 7100 بوند الى وصل الى اكثر من 7500 نقطة امبارح. ده راجع لاسباب معينة وهي تعاملات المستثمرين. واضح ان هناك كان في قوة شرائية من المستثمرين العرب والمصريين وبيع بسيط من جانب المستثمرين الاجانب، ولكن قدرت القوة الشرائية من جانب المؤسسات المصرية والعربية ان هي تسيطر على ان هو يوضع السوق المصري امبارح الى الصعود الحمد لله. وصلنا نقطة مهمة جدا في المؤشر الرئيسي اللي هي 7500 اللي احنا افتقدناها في فترات كبيرة جدا خلال شهر رمضان اللي فات. احنا معظم المستثمرين بيروا ان نقطة 7500 هي دي نقطة مهمة جدا في المؤشر الرئيسي اللي هي بتعتبر نقطة دعم قوية جدا اللي هم متفائلين بيها ان شاء الله ان هي تبقى نقطة انطلاق في الفترة اللي جاية ان شاء الله، يقدر السوق ان هو يصعد فيها ان شاء الله ويتخطى 7600. يعني هي 7500 كانت مع بداية شهر رمضان، ولكن مع هدوء النسبة اللي احنا كنا بنشاهده والاحداث الخارجية اللي هي كان من اخرها وضع انجلترا ان هي خرجت من منطقة اليورو ان هي كان لها تأثير سلبي على معظم البورصات العالمية، واحنا بنعتبر بورصة جزء من البورصات العالمية، اتأثرنا تأثير سلبي للأسف، وكان واضح ان المؤشر الرئيسي كان في تنازل وفي خسائر رأسمالية شهدها لفترة رمضان شهر رمضان السابق. ولكن الحمد لله ان احنا بعد رمضان قدرنا ان احنا نوصل لنقطة الدعم اللي هي 7500 اللي احنا تخطيناها الحمد لله امبارح. والنهاردة اذا كان بنتكلم على جلسة النهاردة هنجد ان جلسة التداول كان بيبقى فيها جزء من جني الارباح اللي هو ظهر من بيع الاجانب، ولكن كان شراء المستثمرين المصريين والعرب مستمر على جلستين متداولتين، وقدر ان هو في بداية الجلسة كان في تعافي في المؤشر وكان في قوة كان واخدها من وضع السوق امبارح الحمد لله ارتفاعاته، ولكن في نتيجة جني الأرباح البسيطة اللي هي شهدها السوق النهاردة يعني هو حقق خسائر رأسمالية ولكن ليس بنفس القدر اللي حقق فيه أرباح امبارح، يبقى مفيش نسبة وتناسب. النهاردة حققنا خسائر رأسمالية بسيطة جدا هي حوالي 1.5 مليار مقارنة بالأرباح اللي هي اتحققت امبارح اللي هي 10.5 مليار، نعتبر انها نسبة عبارة عن جني أرباح وليس بيع هدفه البيع فقط، لا هو عبارة عن جني أرباح إن شاء الله تزول مع الفترات القادمة إن شاء الله.